نتوى الهاتف المحمول إلى العراق كان عبد الرزاق يعمل حتى لما بعد فترة الدوام الرسمي ليكمل توزيع الرسائل على منطقته، فالكثيرون من المهاجرين العراقيين لم يكن بإمكانهم التواصل مع ذويهم إلا عبر الرسائل الورقية التي احتاجت أنذاك إلى عمل كثير من عبد الرزاق وكثيرين من زملائه الذين تدنت نشاطاتهم كثيرا بعد 2003، لكنهم لم يتوقفوا تماما عن العمل. هو باليوم أنه طلعة واحدة، يعني إحنا ناخذ الرسائل اللي جايتنا عندنا نفرقها، وكل واحد مسؤول على فد مكان معين، يعني محلة معينة، ياخذ الرسائل مالته وينطلق إلى أن يوزعها، يعني كأن إذا كانت واحدة وإذا كانت عشرة هو عند انطلاقة واحدة بس الصبح. لحد الآن يجونا بالمكتب، يعني يستغرب لما نقول له إحنا نوصل الرسائل للبيت، يقول يعني بعد هي اكو غير الخدمه موجوده؟ قلت له موجوده ولحد الان وما تزال يعني. وبينما يؤكد المواطنون ان حرب الرسائل بين شركات الاتصال المتطوره وشركه البريد محسومه لصالح التكنولوجيا، فان البعض منهم لا يزال يقول انه يشعر بالحنين لايام الطوابع والرسائل الورقيه. فالشيء لطيف كان يعني جد ساعي، هسه حقيقه ماكو متابعه إلها، يعني اندثرت وراح تنقرض من المقروضات هاي البريد. الرسائل الورقية بها حنية شوية، بس الرسائل الموبايل ما أشوف بها هذا الشيء. الرسائل البريدية اختفت تقريبا 90%، اختفت بسبب اللي هو موجود الآن، هواية أكو اتصالات اللي تليفون النقال والأنترنت. ومع هذا فإن دائرة البريد تؤكد أن عددا كبيرة من الناس لا تزال تستخدم البريد الورقي، مع أنها تعترف في الوقت نفسه بأن أولئك يشكلون نسبة لا تزيد عن 10% من زبائنها. أعداد لا يستهان بها ما زالوا يستخدمون الرسائل في التراسل مع ذويهم وأصدقائهم وعوائلهم في الداخل وفي الخارج، لكنه تقريبا تقدر تقول 90% من العمل الحالي في داخل العراق في البريد هو للمؤسسات والدوائر الحكومية والدوائر الدولة. ويبدو أن زمن انتظار ساعة البريد من أجل رسالة من عزيز قد انتهى إلى غير رجعة في العراق، مع أن خدمة البريد لا تزال موجودة وفاعلة في بلدان أكثر تطورا وأقدم استعمالا للتكنولوجيا الحديثة منه. أحمد سمير، السومرية.